اللي قامت فيها المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بإقليم وزان تفعيل من أجل تفعيل دور الشباب بدات كتعرف واحد الكسوف بدات كتعرف واحد الفراغ في الأنشطة ديالها وما كاينش واحد الإقبال وارتئينا من خلال هاد البادرة وأننا نخرجوا بالأنشطة اللي كتقوم بها المديرية للعالم القروي باش نشجعوا دوك الوليدات على الممارسه الرياضيه على الممارسه عده انشطه تربويه داخل المؤسسات الشبابيه نوليو نعيدوا الاشعاع ديال هذه المؤسسات وكنتمنى ان شاء الله باش تكون هذه الانطلاقه نحو باقي الجماعات القرويه باش نخلقوا واحد التوازن ما بين العالم الحضري والعالم القروي. كنعتبرها مبادره مهمه جدا بالنسبه للساكنه ديال الجماعه المسموده وباسمي وباسم المكتب والاخوان كنشكروا السيده المديره على هذه المبادره مهمه جدا وخصنا نزيدوا نديروا انشطه اخرى باش نحسوا الشباب وفي قطاع ديال الرياضه والثقافه لان فعلا في الباديه مازال الناس ما واعيينش بهذه الامور وهذا راه انشطه داخله في ثقافة الإنسان في ثقافة الطير في الوعي إلى آخره أنا من جهتنا حنا نحاولوا نديروا المجهود كبير اللي نقدروا نعاونوا هذه المؤسسة ونخرجوا هذه المجهود.